السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم واحد تورته مالحه سريعه التحضير ولذيذه بزاف واقتصاديه. بنكهه السمك عندنا بصله، عندنا فصين من الثوم كنحكوهم، وعندنا فلفله مقطعه مربعات صغيره، وعندنا قرعة خضراء أو الكوسة، تقدروا تعملوا نوع آخر. هادو هما المكونات، وندوزو لطريقة التحضير. مقلة سخونة كنعملو زيت الزيتون او زيت المائدة، وكنضيفو بصل ديالنا والثوم ديالنا، وكنضيفو لهم الملح، وكنضيفو معلقة صغيرة ديال الزريعة والقزبر، ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم او الكركم، ونقدرو نضيفو فلفل اسود او الابزار. خلاط كهربائي كنضيفو بيضة واحدة وكأس من زيت الزيتون وكأس من الحليب، كأس من الماء، ملعقة صغيرة من الزعتر أو السحتر، وقليل من الملح حسب الذوق. كنضيف كأس ونصف من الدقيق الأبيض، كنخلط جميع العناصر مع بعضهم. خليكم معايا. بعد ما خلطنا كنعملو 7 غرام من الخميرة الكيماوية، وكنضيفو عليها معلقة صغيرة ديال الخل غير مملوءة، مقلة ساخنة كنضيفو زيت الزيتون والفطر المصبر او الشامبينيون، وكنضيفو 250 غرام من صدر الدجاج او صدر الديك الرومي، وكنضيفو شوية الملح، وكنضيفو نصف دامات السمك باش تكون عندنا التورته بنكهة السمك. في مقلاة ما كتلصقش كنسخنوها مزيان، وكنهديو النار، كنضيفو نصف الخليط ديالنا، وكنضيفو عليه نصف الحشوة الاولى، وكنضيفو نصف الحشوة الثانية، كنضيفو الجبن الاحمر او جبن ادام، كنخليوها على نار هاديه حتى كطيب مزيان، كنبقاو نقلبوها واش تحمرت من التحت، كناكد بلي المقله تكون ما كتلصقش.
كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تجربوها بالصحة والراحة. بالسلامة.